بزمن الأوبئة الوقت جوهري وحياتنا على المحك وبخطر. يمكن تكونوا توقعتوا عن شو عم بحكي. نعم، هالموضوع احتل عناوين الأخبار ابتداء من شهر كانون الثاني كوفيد-19. بلبنان تم تسجيل أول حالة لفيروس كورونا ب 21 شباط 2020، ومن وقتها تزايد عدد المصابين ليتخطى ال 530 حالة بالوقت الحاضر. شو هو المسار يلي رح ياخده لبنان؟ مع عدم وجود أي لقاح أو علاج متوفر حتى الساعة، مفتاح التغلب على هيدي الأزمة هو من خلال الإدارة الصحيحة لمختلف مراحل الوباء. كيف؟ بالعادة أي استجابة لمثل هيدي الأزمة بتنطوي على تعاون أصحاب المصلحة عبر قطاعات متعددة، من ضمنها أخصائيين صحة عامة مثلنا يلي بيلعبوا دور أساسي بهذا الموضوع. شي مرة تسألتوا شو هو دورنا كأخصائيين بمجال الصحة العامة؟ خلونا نلقي نظرة على أزمة الكورونا من منظار وعدسة الصحة العامة. بينما البعض ما بيشوف إلا رأس جبل الجليد أو بيهدفوا لمعالجة الأزمة من خلال منظار واحد بس، نحن منحلل المحددات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها اللي بتركز عليها هيدي الأزمة، ليقدر يكون عنا إدارة أفضل لفيروس الكورونا وغيرها من الأمراض. بيتبعوا أخصائيين الصحة العامة النظريات العلمية لتقييم الوضع والتوصية بعدد من التدابير لإدارة الأزمات مثل أزمة الكورونا. كأخصائيين بهذا المجال منشوف أنه من الضروري نتبع نهج متعدد المستويات والقطاعات لنقدر نضمن التقييم الفعال وإدارة كوفيد-19. بالواقع في عنا مسؤولية مشتركة بين الأفراد والعائلة ومجموعات المجتمع والمجتمع والمنظمات والدولة لنقدر نضمن الوقاية الفعالة والاستجابة والشفاء لفيروس الكورونا. ولكل صعيد أو مستوى دور مهم بالتوعية والوقاية والفحص وتعقب الأشخاص اللي التقى فيهم المريض وتحديد هويتهم وعزلهم وكمان المراقبة والعلاج. ولكل صعيد ممكن لعدة قطاعات مثل الصحة والتعليم انهم يلعبوا دور مهم. وهلا خلينا نشوف سوا التوصيات المختلفة اللي منقدمها كأخصائيين بمجال الصحة العامة بناء على تحليلنا للوضع الحالي على الصعيد الشخصي والأقارب والأصحاب والمعارف المقربين. ننصح كأخصائيين بمجال الصحة العامة أولا أن نغسل ونعقم الإيدين باستمرار لمنع انتشار الفيروس، ونتبع التقنية المضبوطة لغسل الإيدين مثل ما مفرجين منظمة الصحة العالمية بهيد الصورة. بالإضافة لغسل الإيدين، انتبهوا للمعلومات والمعتقدات الخاطئة اللي عم تتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتالي عم بتولد حالة خوف وهلع عند الناس. مشان هيك كتير مهم ما ننشر أي فكرة أو معلومة خاطئة إذا ما كنا متأكدين من المصدر. تأكدوا من كل المعلومات اللي عم توصلكن عبر الواتساب أو الفيسبوك أو الإنستغرام على مصادر موثوقة مثل مركز مكافحة الأمراض منظمة الصحة العالمية. فالتوعية بهالفترة كتير مهمة وبتمنع الخوف والهلع على الناس. ولازم نوقف الوصمة والصورة الشائعة المنتشرة للأشخاص المصابين بفيروس الكورونا، لأنه هيدا ممكن أنه يؤدي لتخويف الأشخاص من إجراء الفحص أو الالتزام بالحجر المنزلي بحال كانوا مصابين بالفيروس. كمان كتير مهم أنه نتحمل مسؤولية تطبيق مسافة البعد الجسدي من خلال بقائنا بالبيت لحماية أنفسنا وعائلتنا وأصحابنا. ومع معرفتنا لهالمعلومة، هون السؤال اللي كأخصائيين نطرحه: كيف ممكن نطبق البعد الجسدي بمجتمعنا اللبناني؟ كرمال مصلحة الجميع، نحن كأخصائيين بالصحة العامة بنوصي بالاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل والتفاعل مع الآخرين. نحن منتفهم أنه تطبيق مسافة البعد الجسدي إلى تأثير مباشر على صحتنا النفسية والعقلية، مشان هيك ننصح باتباع النصائح يلي بتشاركها منظمة الصحة العالمية. بالإضافة لازم نعرف أنه إذا كان عنا بالبيت شخص معرض أكثر من غيره للإصابة بمضاعفات شديدة بحال لقط كورونا فيروس الكورونا، ننصح باتخاذ إجراءات صارمة أكثر من ناحية الالتزام بالحجر المنزلي والتواصل الشفاف مع الشخص المعني.
منحب كمان نأكد على أهمية الاطمئنان على الأشخاص المقربين منا. كلنا رح نجتاز سوا هيدي المرحلة، مكالمة أو رسالة هاتفية صغيرة بتفرجي التضامن والدعم للمقربين منا، بتشجع الناس على الصمود بهيدي المرحلة الصعبة. لقدر الله بحال توفى حدا بسبب إصابته بفيروس الكورونا، تجنبوا زيارة عائلة الفقيد واستخدموا طرق بديلة لتقدموا التعازي. نعرف انه هيدي الاوقات بتكونوا بحاجة لتساندوا احبائكم، بس كمان هيدا بيزيد من الاختلاط وبالتالي بخطر الاصابة. خليكن معنا وعم بتتابعونا على صفحاتنا لحتى نناقش نظرتنا للامور بالمستوى التالي يلي بيتبع المستوى الشخصي والعائلة، ومنقصد هون على المستوى المجتمعي يلي رح نحكي عنه بالفيديو التاني. وإذا حابين تعرفوا أكثر كيف كل مهنة بالصحة العامة بتساهم بالاستجابة للأزمة على جميع المستويات، وكيف بيلعبوا دور أساسي بتحليل المشكلة بالشكل الشامل اللي حكينا فيه، تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لتحصلوا على معلومات متعلقة بمهن الصحة العامة تحديداً.